إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سيدي موسى المجدو بنواحي بن سليمان. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أنتم على المباشر مباشرة من موسم سيدي موسى المجدوب. الصورة أمامكم، أجواء جميلة جدا، لاحظوا معايا التبوريضة تبارك الله، طلقة رائعة من عند إحدى السرب. الصور أمامكم مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من موسم سيدي موسى المجدوب نواحي بن سليمان. أجواء جميلة جدا هنا هذا موسم، جمهور غفير وغفير مع حضور تقريبا 46 صربة، 46 صربة حاضرة معنا في هذا المهرجان أو في هذا الموسم، موسم سيدي موسى المجدوب. الصورة أمامكم مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذا النقل المباشر مباشرة من سيدي موسى المجدوب. إذن مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أنتم على المباشر مباشرة من موسم سيدي موسى المجدوب. أجواء جميلة وجمهور قياسي كيحضر لهذا الموسم. الصورة أمامكم أجواء رائعة جدا. مرحبا بقناة بمشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي على هذا المباشر. لاحظوا معايا على الصورة أجواء جميلة جدا. إذن مرة أخرى أرحب بمشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي على المباشر. نرصد لكم الأجواء، أجواء تبوريضة مباشرة من موسم سيدي موسى المجدوب. أجواء جميلة جدا وحضور 45 صربة، تقريبا واحد 1600 فارس. الصورة أمامكم، جمهور قياسي وأجواء جميلة جدا وحضور الخيالة والمقدمين. فالصورة أمامكم، الصورة غنية عن تعليق.